اليوم عندنا طبعا الجمعيه العموميه نادي ام صلال، الجمعيه العموميه العاديه، وطبعا من اهم بنودها اللي هو استعراض النتائج الرياضيه للنادي، وطبعا عندنا بند الانتخابات. تم اعتماد قائمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الثاني والشيخ تميم بن محمد الثاني، هما القائمة الوحيدة اللي ترشحت، في هالحالة يكونون فائزين بالتزكية. مسؤولية تكليف أكثر من تشريف، هنبذل جهدنا بشكل كبير حتى نحقق لنادي أم صلال مكانة متميزة. نسعى بعد هذه الانتخابات والحضور المميز من الجمعية العمومية ان احنا نحقق نتائج في البقاء في الدرجة الاولى، ونحقق نتائج مميزة ان شاء الله في المواسم القادمة ان شاء الله تعالى.